قربنا نتسحر، بس طبعا ده فطار ملوش اي علاقه بوليمه كل سنه. يا حبيبي تعيش ليا يا حبيبي، ان شاء الله ربنا يزيح عننا الغمه دي وتيجوا، اعمل لكم كل اللي نفسكم فيه ان شاء الله يا حبيبتي. قولي يا ادهم يا حبيبي، هما لسه ما فتحوش الحرم تروح تدعي لنا ان ربنا يزيح عننا الغمه اللي احنا فيها دي؟ لا والله لسه يا ماما، بس يعني ما هو ربنا موجود في كل مكان، يعني الدعاء بتسمع حتى لو في بطن الارض. ونعم بالله، انا حاسه يا ابني ان ربنا غضبان على الناس لدرجه انه قفل باب بيته في وشهم. ربك حنان يا ام ادهم، ما بيقفلش بابه في وش حد. ما تفتكر اللي حصل ده ايه؟ قرصه ودن مثلا عشان الناس تحس بالنعم اللي كانت في ايديها وما كانتش حاسه بيها؟ يمكن يمكن يا عايده. يا حبيبي ادهم، بقالي كتير ما سمعتش منك كلمه عايده، وحشتني قوي يا حبيبي. معلش حقك عليا يا امي، بس بقول لك صحيح، هي اخبار مش ايه؟ الحمد لله كويسه، بتكلمني برضو كده زي ما انت بتكلمني. الواد يحيى بقى كل شويه عن النت ومذاكره وكده، الله يكون في عونهم. انتوا وحشتوني قوي ان انا احضنكم وابوسكم وتبقوا جنبي. الزفته دي خلت اللي في اول الشارع زي اللي في اخر الدنيا، كلكم بقيتوا بعاد. طب ما تكلميها ماما يجي يبصوا عليكي حتى من بعيد وتاخدوا بالكم. قلت لها والله يا ابني خايفه عليا لحسنة تهاجي، بالرغم انها واخده اجازه من المستشفى، بس قالت لي لا بروح السوبر ماركت وبنزل اجيب حاجات ليحيى وبروح بجيب الخضار وكده، فخايفه تكون لقطت اي حاجه ممكن تهديني. قلت لها طب خلي يحيى يجي يقعد معايا يا ستي، اخلي بالي منه. قالت لي يا ماما ساعات العيال بيبقوا حاملين المرض ده العياذ بالله يعني، وممكن نلقط منهم وهم ما يبانش عليهم حاجه. وبعدين يا ابني بيني وبينك انا خايفه نفسي تعدي، تبقوا بيا فين بقى؟ مستشفيات؟ تضخوا بيا هنا ولا هنا؟ ويعلم يا ابني لما تدفن مفيش حد يصلي عليا، وهتدفن فين وامتى؟ بعد الشر عليك يا ماما، ايه الكلام ده؟ انا هكلم ايش مش هخليها تشوف طريقه امان تتقابلوا بيها. انا عن نفسي محبوس هنا زي بقيه خلق الله، ما محبوسين لا عارف اتحرك ولا عارف اعمل اي حاجه، انما انتوا بينكم كام كيلو مش عارفين تتقابلوا؟ طب ازاي؟ ما تشيلش همنا يا حبيبي، ان شاء الله ربنا هيزيح عننا الغم وكلنا هنبقى زي الفل. ادهم خلي بالك من نفسك، كحول على طول يا حبيبي، ها، وتلبس الكمامه، وخلي بالك من بنتك ومراتك، ربنا يحفظكم. حاضر يا ماما حاضر، واغسل سناني كمان قبل ما انام. حاضر. المهم انت عايزه اي حاجه من هنا؟ ربنا يخليك، عايزه سلامتك. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.